السلام عليكم ورحمة الله. معركة بليدز قوية جدا ضد شاهين. شاهين لاعب محترف بيفوز على ناس تقيلة، وحسابه ماكس 27 وفي حاجات ظبطها في 28، مع انه رافع 28 قريب تقريبا من اسبوعين. حسابه 100 100 سكايل وترقيات وابطال. حاولت طبعا أدي بوست موارد بحيث أظبط الموارد الجاية، لكن ما بيصنع بالسماعات كتير. طبعا المحاولة دي كانت خلاص آخر محاولة. حاولت انا برضه اخد الموارد. المول حاجة صعبة. تمام، بقى معايا دلوقتي واحدة زيرو ضد خلاص. انت كله ثلاثة بالطريق كده. الجيم ده خلاص بالنسبة لي، الجيم ده كده معاك. فأوفر الموارد وأديك كمان بوست موارد، ماشي؟ غير إن أنا بلم الموارد اللي في الخريطة عشان خاطر الريورد الجاي كده. واحد واحد طبعا. بصراحة الجيم ده كان معايا شوية زيوس حلوين. طبعا مش لازم طيران.
فاضل 3 قطار، هفضل 2 كمان كده تمام. طبعا هو استسلم وانسحب وانا وراه. فوزت الجيم. Thank you for watching. Goodbye.